عليكم، عاملين ايه يا رب جميعكم بخير. ازاي تعلم ابنك ثقة بالنفس؟ ازاي يكون ابنك عنده ثقة بالنفس؟ اول حاجة لازم امدح ابني قدام الناس، امدح ابني قدام الغير، تمام؟ تاني حاجة بلاش انتقده، بلاش انتقده او اخليه ينتقد نفسه، ان انا اقعد اشككه في نفسه ان هو وحش وان هو سيء وان هو مش شاطر. يبقى تاني حاجة ما خلوش ينتقد نفسه من خلال ان انا بلاش انتقده. رقم تلاتة لازم اقوله من فضلك ولو سمحت وبعد اذنك اعمل لماما الحاجة دي، او من فضلك لو سمحت اعمل لبابا الحاجة دي، عشان يحس بقيمته، يحس ان هو مرغوب فيه، لما بيطلب منه حاجة احنا بنحترمه وبنقدره، تمام؟ كمان علمه ان هو يعيش كطفل. بمعنى ايه؟ عندنا مشكلة قوية قوي ان احنا بنعامل ولادنا ان هم من سننا، نعاقبهم بطريقة جافة قوي، نعاقبهم بشكل مبالغ فيه قوي على حاجة قد كده. لازم اعامل ابني انه طفل، عامله في سنه، يبقى عامله ان هو طفل، تمام؟ واسيبه يعيش طفولته، اسيبه يعيش طفولته، يعيش يلعب، يخرج، يتفسح، يبقى ليه انشطة، يعلمه مهارات كتير، يبقى اسيبه يعيش طفولته. كمان اساعده في اتخاذ بعض القرارات بنفسه. كمان ممكن اعلمه اي لعبة رياضية، وياريت لما اجي اعلمه اي لعبة رياضية اشوف اللعبة اللي هو بيحبها وعايزها، مش اللعبة اللي انا عايزه يكون متفوق فيها، تمام؟ كمان خليه يضيف شرف في وقت المناسبات. يعني احنا مثلا عندنا عيد ميلاد مثلا، اخليه هو اللي يتكلم عن موضوع او يعبر عن نفسه او كده، تمام؟ كمان من ضمن الحاجات ان انا ممكن اسأله عن رأيه واخد رأيه في بعض الامور. كمان ممكن اخليه له ركن في البيت للحاجات اللي هو بيعملها، يعني رسم رسمة حلوة على اهاله، عمل حاجة بالميكانو او بالبازل او بالمكعبات، احطها له في مكان معين في البيت، ده يبقى المكان المخصص بتاعه بتاع الانجازات بتاعته، واكتب اسمه على الحاجة اللي عملها. كمان ان انا احاول اعلمه يكون صداقات، يصاحب ناس جديدة ويكون صداقات عن طريق ان انا اخرج معاه، مع نروح النادي مع اولاد اصحاب ماما، مع اولاد اصحاب بابا، مع قرايبنا، تمام؟ كمان لازم احاول اخليه ليه علاقة بربنا سبحانه وتعالى، عن طريق ان انا احببه في الصلاة، اقعد اتكلم كتير معاه عن ربنا، اقعد اكلمه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، اقعد احاول اكتر ان انا اخلي ليه علاقة كبيرة جدا بربنا، تمام؟ دي بعض الحاجات اللي احنا ممكن نحاول نخلي ابننا عنده ثقة بالنفس بيها. وفي طرق تانية كتير وحاجات تانية كتير اكتر هنتكلم عنها الفترة الجاية. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.